سلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض برجر ماك بطريقه سهله وبسيطه وزي المحل بالظبط واحسن كمان واوفر. معايا هنا كده كيلو من صدور الفراخ او صدور واوراق زي ما انتم حابين، وحطيت عليهم بصلايه مبشوره مصفيه الميه بتاعتها، والتوابل اللي انا استخدمتها هنا حطيت معلقه يعني شويه من الملح، وكمان شويه من الفلفل الاسمر، وكمان حطيت بابريكا وشطه، وحطيت رشه من القرفه ورشه من الجنزبيل وبهارات الفراخ او بهارات البرجر. وبعد كده قلبتهم كويس جدا مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت لحد ما المكونات كلها اندمجت مع بعضيها. وبعدين هبتدي ان انا اشكلها، ممكن نشكلها باي حاجة عندنا. ونسيت اقولكوا حطيت كمان معلقة كبيرة من دبس الرمان، اي حاجة موجودة عندي ممكن نشكلها بيها، سواء غطا بطرمان او علبة مدورة، اي حاجة عندي. انا عندي الشكل هو او الاداة ديت اللي هي بتاعت البيض، بنعمل فيها البيض وكده، فاستخدمتها وحطيت طبعا فيها زيت علشان قطعة البرجر تخرج معايا بكل سهولة. شايفين السمك بتاع القطعة اللي انا عملتها؟ انا عاملة السمك بتاعها يعني مليانة شوية، لو انتوا عايزين هتعملوها ارفع من كده مفيش مشكلة، علشان كمان هترمي معاكو اكتر من كده. يعني انا طلعت معايا 11 قطعة، انتوا ممكن تطلع معاكو 15، ممكن تطلع معاكو 18 حسب السمك اللي انتوا هتعملوه، بس يا ريت ما ترفعوهاش قوي علشان لما تيجوا تقلوها ما تنشفش منكم. وكمان نسيت بقى اقول لكم على الاختراع اللي احنا هنعمل بيه البرجر، واللي هو الاندومي. بجد بجد كان مديني نتيجه تحفه جدا جدا، وهو طبعا انتوا شفتوا شكل البرجر كان عامل ازاي وهتشوفوه اوضح لما نقليه. خلاص كده ده شكل البرجر بعد ما خلص، هدخله الفريزر علشان نعرف نقليه. لازم ندخله الفريزر حوالي ساعة كده ساعتين عشان يكون متماسك. ندخل بقى على الاختراع بتاعنا واللي هو الاندومي. يعني بجد بجد ده كان اختراع رهيب. جبت كده كيسين من الاندومي، وابتديت ان انا اكسرهم كده بالشكل دوت واحطهم في المطحنة واطحنهم. انا مش محتاجة التوابل بتاعتهم ولا اي حاجة، كل اللي انا محتاجاه اللي هو الاندومي بس، لكن مش هحتاج التوابل بتاعتها اي بقى حاجة، يعني سواء بالفراخ او اي حاجة مش هتفرق. ببتدي كده بصوا في المطحنة بالشكل دوت اطحنهم لحد لما يبقوا ناعمين معايا، بس مش ناعمين قوي علشان عايزاهم يبقوا يعني بيقرمشوا كده. هي كده كده حتى لو نعمتوها قوي هتقرمش معاكم، بس برضو بتبقى مقرمشة اكتر. ممكن كمان تكسروها بحيث انها تبقى فتافيت او قطع صغيرة كده، وتبقى عاملة زي الكريسبي او زي الفيشتور اللي هو الكنتاكي دوت. بجد بجد كانت رهيبة. خلاص كده انا عملت ضربت شوية دول، وبعدين لقيت فيهم لسه في قطع تانية فحطيتها في المطحنة واديتها كمان ضربة علشان يبقى كله يعني ناعم معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد اختراع. دلوقتي بقى طلعت البرجر كده معايا من الفريزر، وبعدين هنا حطيت شوية من الملح على الاندومي اللي احنا عملناه عشان طبعا يبقى ليه طعم كده. وكمان هنا معايا بيضتين حطيت عليهم شوية من الفلفل الاسمر وشوية من الملح. بقلب بقى كده الاندومي، وهبتدي برضو ان انا ارب البيض كده علشان ننزل فيه البرجر ونعمله مع بعض. وكمان انا يعني هنا في الفيديو ده مستخدمة البرجر اللي هو بتاع ماك الاصلي. البرجر الاصلي يا جماعة بجد بيبقى فيه اختلاف شاسع، يعني مش عايزة اقول لكم هو ممكن يكون غالي شوية، بس هو بجد كان طعمه فظيع. غير بقى يعني الكايزر اللي احنا بنشتريه من بره، او مثلا الكايزر اللي احنا بنعمله في البيت، لا يختلف عنه تماما. بصوا بحط كده البرجر في البيض، وبعد كده بنزل بيه في الاندومي اللي احنا عملناه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هعمل بقى كذا واحده، وبعد كده هنبتدي ان احنا نقليهم بقى في الزيت مع بعض. بصوا يعني مش عايزه اقول لكم جربوا الاندومي، ممكن حتى تجربوها في البانيه، مش شرط البرجر، ممكن تجربوها في البانيه برضو، هتديكم نتيجه ممتازه ولون تحفه. يعني مش عايزه اقول لكم اهو كده خلاص، هعمل بس كده معاكم كذا واحده، وبعد كده هنروح بقى على طول نعمل قصدي نقليه في الزيت. انا طبعا حاطه الزيت على النار بيسخن،
بس الزيت بتاعنا ما يكونش سخن قوي علشان ما تاخدش لون من بره ومن جوه ما تكونش استوت، يعني نار تكون وسط. خلاص كده الزيت سخن معايا زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم ان الزيت ما يكونش يعني درجة حرارة بتاعته عالية قوي علشان هيدي البرجر لون من بره ومن جوه مش هتلاقوه مستوي، فلازم ان النار تكون وسط بس الزيت يكون سخن. وصلت؟ يا رب تكون وصلت. خلاص كده انا بحط البرجر اهوت، اول ما ياخد لون من تحت هبتدي اقلبه على الناحية التانية وه يعني ياخد برضو لون واطلعه، تمام؟ ما نطولش عليه وما تدهوش يعني لون يكون زيادة علشان ما يبقاش شكله مش لطيف، لا احنا عايزينه زي اللي احنا بنجيبه من بره بالظبط. تمام كده خلاص هو خد لونه اهو بسيط كده، يعني مش اللي هو اللي انا عايزاه برضو، وقلبته وبعد كده طلعته من النار. زي ما انتم شايفين اهو ده الكايزر اللي انا بقول لكم عليه، حطيت كاتشب ومايونيز تحت وبعد كده فردتهم وحطيت عليهم خس او كابوتشا اي حاجه متواجده عندكم، وبعد كده حطيت البرجر بالشكل اللي انتم شايفينه. بجد كان طعمه تحفه ولونه جميل وكمان بيقرمش وحاجه روعه. بعد كده حطيت هنا دي جبنه موتزاريلا، سبتها بره التلاجة لحد لما بقت بحراره المطبخ، وبعدين فردتها وقطعتها مربعات بالشكل اللي انتم شايفينه ده، او ممكن تشتروا جبنه مربعات اللي هي الشيدر من اي سوبر ماركت. وحطيت شريحتين كده من الطماطم، ممكن كمان تحطوا خيار، ممكن تحطوا خيار مخلل، فلفل حراق، بصل، اللي انتم حابينه، بس احنا او انا احنا بنحبه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. دي بقى كانت اخر واحده معانا. بصوا زي ما انتم شايفين كده حطيت برضو كل الحاجات اللي احنا حطيناها في السندوتشات اللي قبلها، وبعد كده هنحط برضو عليها الخس او الكابوتشا اللي معانا. انا بطلع اهو الكابوتشا وهبتدي بقى ان انا اقطع واحطها كده بالشكل دوت، بس لازم البرجر يكون سخن علشان يسيح سواء الجبنة الشيدر اللي انتوا هتحطوها او جبنة موتزاريلا. خلاص كده سندوتشات خلصت وهتشوفوا الشكل النهائي بتاعها. خلاص كده البرجر بتاعنا خلص وده الشكل النهائي بتاعه زي ما انتم شايفين، وحمرت جنبه شويه بطاطس. مش عايزه اقول لكم كان طعمه رهيب جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتي لو انتم اول مره بتشوفوها علشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. بجد الطعم ما يختلفش كتير، ما يختلفش كتير كتير عن بره، بل بالعكس هو احسن وانضف واوفر لانك طبعا عاملاه في البيت. سلام عليكم، ان شاء الله نتقابل فيديو جديد على خير. مع السلامه.